بعد هدوء حذر دام نحو 3 أسابيع تعود جبهة نهم إلى الواجهة في اتهامات متبادلة بين الميليشيا والمقاومة الشعبية. مصادر في المقاومة تحدثت عن خروقات أقدمت عليها الميليشيا، وقالت إن الميليشيا وقوة الرئيس المخلوع شن هجوما عنيفا على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني بمنطقة بران بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، لكن المقاومة والجيش الوطني تمكن من التصدي للهجوم الذي استمر لساعات، تكبدت الميليشيا فيه خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري. بينما رصدت المقاومة نحو 120 خرقا بحسب ناطقها الرسمي، أن ميليشيا الحوثي والمخلوع نفذت اختراقا للتهدئة شرقي العاصمة صنعاء منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من 3 أسابيع. وأوضح ناطق المقاومة عبد الله الشندقي أن هذه الخروقات تمثلت في قصف مدفعي ومحاولات للهجوم على مواقع الجيش الوطني والمقاومة، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من الجيش والمقاومة. في غضون ذلك تفقد رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد المقدشي واللواء عبد رب الطاهري نائب رئيس هيئة الأركان بمعية محافظ صنعاء اللواء عبد القوي شريف الخطوط الأمامية لجبهة نهم التي تأتي في إطار الزيارة للمناطق المحررة والاطلاع على مدى جاهزية الجيش الوطني والمقاومة في هذه المواقع التي تعرضت لخروقات من الميليشيا لاتفاق تثبيت وقف إطلاق النار. شملت زيارة رئيس هيئة الأركان والمحافظ معسكر ماس واللواء 141 مشاة الذي استقبلهم فيه أركان حرب اللواء العميد عبد الله أبو حاتم.